نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. دعا رئيس كتلة المحور النيابية الدكتور أحمد عبد الله عبد إلى أهمية أن يكون الفصل التشريعي المقبل أكثر فعالية في إقرار القوانين التي تهم المواطنين وتحفظ سيادة البلاد وهيبته، مطالبا بالتعجيل في إعمار المناطق المحررة وعودة النازحين إلى مناطقهم بما يعزز أسس السلم المجتمعي. وطالب الدكتور أحمد عبد الله عبد بإعادة النظر في علاقات العراق الدولية بحيث تكون المصلحة الوطنية وحماية العيش المشترك أولوية مطلقة لمنع أي تدخل في سيادة القرار وإثارة الفتن من أي جهة كانت، عدا أن مصلحة العراق وشعبه غير قابلة للمساومة أو التضليل أو تصفية الحسابات بين السياسيين وغيرهم.